رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة تحقيق أخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة لقب سباق رويال وينزور للقدرة. وقد ثمن سموه حضور ومتابعة عاهل البلاد المفدى حفظه الله للمشاركة البحرينية بالسباق والتي حقق خلالها سموه هذا الإنجاز المشرف الذي يعزز من حضور وتواجد القدرة البحرينية في السباقات الدولية لا سيما في سباق رويال وينزور العريق. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالمستوى الفني الكبير الذي ظهر به سمو الشيخ ناصر بن حمد بمنافسات هذا السباق والذي عكس ما يتمتع به سموه من قدرات كبيرة في رياضة القدرة التي نجح من خلالها بتحقيق العديد من النتائج المتميزة والتي أسهمت في احتلال البحرين مكانة مرموقة بهذه الرياضة.